الرب شغلني بصلاة مختلفة خالص. كم واحد عايز يخدم الرب فعلا؟ عايز تخدم الرب من قلبك؟ الرب عايز يبارك مونتريال. احنا ضيوف على فكرة عندكم، احنا مش بس كندا، بيتنا كلنا. واللي جوه قلبي انه الرب عايز يبارك مونتريال، لانها مفتاح كبير في ملكوت الرب اللي هيحصل، البركة النهضة الكبيرة اللي جاية على كندا. اوعوا تصدقوا اللي بيحصل ده هيوقف عمل الرب. اوعوا تصدقوا انحراف الناس عن كلمة الرب هيوقف عمل الرب. الايام اللي جاية الرب سيستخدم ناس ما سمعناش عنهم، مش معروفين، هما دول اللي الرب هيستخدمهم. استخدم شباب على فكرة، هيستخدم الجيل اللي جاي كله، ويكونوا مشنيرز، يكونوا مرسلين في العالم كله. هنا من كندا، كندا البلد اللي الرب بيعمل فيها بدايات جديدة لكل واحد مهاجر بيجي، صح؟ كم واحد هنا بيشتغل حاجة عمره ما تعلمها في بلده قبل ما يجي كندا؟ كم حد بيشتغل؟ وروني ايديكم بس. حاجات جديدة صح؟ عمرك ما شفتها. كم واحد هنا الرب افتقده؟ ما ترفعوش ايديكم عشان يمكن تخجلوا. كم واحد الرب افتقده من فقر الغنى بسبب انه جه كندا؟ كم واحد يشكر الرب؟ امين، شكرا للأمانة، امين. الرب سيصنع بدايات جديدة ايضا في حياة المؤمنين. ولو انت عايز تدي عمرك للرب وتخدمه سيستخدمك. كم واحد عايز يخدم الرب بأمانة؟ امين. كل حد عايز يخدم الرب رفع ايده، تعال قدام، نفسي اصلي معاكم، تعال قدام. مش مهم، اشكر الناس اللي هي يعني فوق الاربعين اللي طلع لان هم مصدقين انه الرب لسه هيستخدمهم. الرب عايز يستخدمكم، الرب عايز يستخدمكم. كم حد من الشباب الرب مكلمه عن الخدمه؟ مش عارف اذا الشباب بيفهموا عربي ولا ايه، بس لو فاهم عربي او تقدر كم حد اهو. نشكر الرب، شباب اهو، جميل. ها امين. يا بص يا سيزيا، بص اتفرج. كويس، الخدمة جميلة لكن مكلفة، وممكن تكلفك حاجات كتير قوي. في ناس عمرها راح عشان الخدمة، وفي ناس حاجات كتير قوي راحت منهم. تملوا قدام، تعالوا، انتوا قافلين على الناس ليه؟ تعالوا تعالوا املوا كده حوالينا. فين تشاد والرغدة؟ املوا لنا المكان بدل ما ناس مزنوقة ورا. على فكرة الفرصة ما خلصتش، لو عايز تخدم الرب اطلع قدام. دي أول حاجة الرب عايزك تعمل، إن أنت تجاهر بإيمانك. تعالوا كده، تعالوا كده، تعالوا كده، ادوا فرصة اللي وراك، تعالوا كده. بليز موف موف موف. أشكرك. تفضل تفضل تفضل. أنتوا بتقولوا للرب النهاردة إحنا عايزين نخدمك، ودي دعوة الرب بيديها، ودعوة الرب بتتسمع بالودن وبالقلب وبالخيال. الرب بيعرف يكلمك. اه على فكرة لو حد عايز يخدم الرب جوه كندا مش بس مونتريال، يطلع قدام برضو يعني عشان ما نزنقش الناس بتوعنا. عايزة تخدم يا ليندا؟ تعالي اجري تعالي. ها تهيألي الفريق ده عايز يخدم، بس يعني هم لازم يعزفوا يعني. ها الرب يدور عليكم. لو في وظيفة خالية لسه ما اتشغلتش، هي وظيفة خادم. انتوا عارفين في كم، في عدد شحيح جدا من الرجالة اللي بيخدموا في كندا، في عدد شحيح ضعيف. عارفين شحيح دي ولا انا؟ ها قليل قوي قوي قوي. الرجالة خايفة تخدم الرب، والستات
جدعان جدعان وحاطين حياتهم للخدمة. تدخل أي اجتماع الستات أكتر، بس إيه رأيكم الرجالة هيرجعوا كمان ويخدموا الرب؟ أمين أمين.